بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة على جردل بلاستيك بالشكل ده. ده اللي انا بشتري فيه الورنيش المائي اللي بشتغل بيه. خلص وفضي ومقاسه حلو كبير عجبني. ممكن احتفظ بيه يعني احط فيه خامات من خاماتي. هشتغل بيه معاكو، هوريكو. اول حاجة طبعا هشيلها الايد بتاعته، مش عايزاها. شلت الايد خلاص مش عايزاها، وهبتدي اعمل ايه. انا عندي فراغ هنا عايزة املاه عشان اخلي المستوى واحد. طبعا هيبقى صعب ان انا املى الفراغ اللي تحت ده باي حاجة عشان اعمل. ممكن اوي بالمعجون واسويه بالمستوى بتاع الجردل او الدلو او ايا كان اسمه ايه، وممكن انا اسيبه كده ومع الشغل هيتدارى. انا عن نفسي هسيبه كده ومع الشغل هيتدارى، بس هفصل اللي هو الرفيع اللي فوق ده، هاخد من الرول بتاع المناديل المطبخ، هاخد بيه وبرومه كده، وبالغيرة هملأ او ممكن كمان بمسدس الشمع على فكرة، عشان انا مش عايزة لزق جامد. يعني انا بص مجرد ان انا هملأ الفراغ بتاعي وابرم منديل المطبخ واحطه هو الفراغ. تمام كده حاملة الفراغ كله بالشكل ده، فهيديني مستوى قريب من بعض. ادي وينشف. طبعا هاجي الخطوة اللي بعد كده ممكن بقماش، ممكن يعني انا هوريكم كذا فكرة، ولكن في الاخر هقولكم الفكرة اللي انا هشتغل بيها. هاجي فويل اكرمشه وافرده، وبعدين اغطي بيه العمل بتاعي اهو. ده هعمله في فكرة تانية بس مش دلوقتي. بالشكل ده، وبعدين اشتغل عليه. او ممكن بورق جرايد اكرمش ورق جرايد برضو، ويعني اللي ما عندوش ده عنده ده عنده ده، اكرمش وبعدين افرد واكسي العمل بتاعي. لكن انا هشتغل بايه؟ انا عندي قطع بالشكل ده اللي هو زي الورق الورد والحاجات دي، بس متقطع جاهز. ممكن قوي قماش، ممكن قوي قطعة قماش اهي تتبل بالغيرة وتتلزق. حاجات كتير قوي ممكن تتنفذ، لكن انا فكرتي هشتغل بدي. هعمل ايه بقى؟ هعمل خليط. خليني ده اشيله دلوقتي، وعندي العلبة دي. هعمل خليط بالجبس، ادي معلقة جبس او معلقتين. عندي هنا الغيرة، معلقة غيرة مدوبها في مية. هعجن العجينة بتاعتي تبقى لينة. عشان
الجبس ما ينشفش مني فيبقى لين كده، لكن هيديني لما ينشف هيبقى صلب مع القماش. ممكن اضيف شوية ورني تاني. خلاص كده يبقى انا كونت العجينة بتاعتي اللي انا هعمل بيها. هاخد قطع القماش اللي انا مقصقصاها، واشربها في الخليط بتاعي، واعصر تمام، واجي هلزقها كده. فوانا بعملها هتاخد الفراغ اللي تحت ده، باين باين تمام. الفراغ ده انا المفروض ان انا احشيه حاجة، انا مش عايزة احشيه لاني مهما حشيته مش هيظبط معايا الحرف بتاعي، لكن ده لما ينشف هيديني شكل املس. يبقى انا هخلص المجموعة بتاعتي كلها بالمنظر ده، ممكن قوي بالغيرة طبقة غيرة عليه هيدي هينشفه اكتر. هيبان معايا بعد ما الشكل كله ينشف يعني ايه اشده، مش عايزاه في الحتة دي يروح متني مني، لا انا مش عايزاه متني، انا عايزاه يبقى مفروض. بالشكل ده هينشف هيبان. هعمل واحد تاني هبله برضو الخليط بتاعي، ممكن قوي ازود الخليط شوية غيره عشان انا مش عاملة مقدار على فكرة، انا بعمل كده يعني بالاحساس بتاعي اللي انا محتاجاه في ايديا. ممكن اعمل طبقتين ثلاثة من القماش ده على فكرة، مش شرط طبقة واحدة، ولما ينشف هيبان الصلابة بتاعته. بنفس الطريقة دي هخلص دايما يدور الدل، وارجع لكم تاني بس عشان ايه اشتغل وايدي طبعا زي ما انتم شايفين كده مش هعرف ابقى اعمل لكم المنظر كله، هيبقى واخد وقت في الفيديو. المهم بس الفكرة تبقى واصلة لكم. وانا بعمل كده ليه؟ عشان امسك وامسح في نفس الوقت الزقها على البلاستيك اللي تحت. واخلي ناعم تمام. اخلص بقى الشكل كله مع ان انا هلزق القطر كله بالمناديل. زي ما قلت لكم غيره او شمع، المهم بس المناديل تلزق. طبعا الغيرة مع المناديل هتدي صلابة جامدة.
طيب انا اخلص الجزء كله وارجع لكم تاني. عملت شوية كده، وكل فترة بمسح عليها علشان يبقى واخدة طبقة جبس حلوة فتنشف معايا. جبس وغيرة طبعا، الغيرة كمان هيدي صلابة مع الغيرة، الغيرة والنش والجبس. ولما تنشف واحتاجت احط طبقة تانية طبعا هحط من غير غير كريم طبعا، يعني كل ما تبقى متصلبة معايا هتبقى نتيجتها احلى. ممكن طبعا اي قماشة قطن عندنا نقصها، او حتى نحطها كلها على بعض ونكرمش خفيف. ممكن نقصها شرايط ونعمل شرايط بالطول او شرايط بالعرض حسب اختيارنا للتصميم اللي هنشتغل عليه. بعدين انا محتاجتش طبعا الون البلاستيك لاني اوريدي هداريه كله، وفي نفس الوقت التلوين هيكون على القماش اللي هو فوق. بس حابة اوريكم بس الشكل وانا شغالة عشان تبقوا مستوعبين انا بعمل ايه، والفاصل اللي بين كل جزء وجزء بالغيرة بيمسكوا اكتر. ومن فوق اعمل كده بحيث ان انا اساوي الحرف كله مع بعض. كده خلاص جاهز عشان التزيين. نشف الشرايط اللي انا كنت حطاها، نشفت بعد ما نشفت حطيت لمتها كلها بورقة جرنان على بعضها علشان اما اجي اشتغل ممكن قوي الفوارق لو مش لازقة حلو ممكن تفك مني. علشان كده انا داريت العيب ده بان انا كسيتها كلها على بعضها اهي ورقة جرنان مرة واحدة، ما بقاش فيه اي فروقات. هاجي الخطوة اللي بعد كده ان انا هشتغل هزينه، هبتدي ازين بالستنسل اهو كده. الستنسل احطه وابتدي احط، همسك حتة حتة وبالمعجون هعمل الداير كله بنفس الطريقة. سكينة المعجون كده خلصت الجنب ده، ادور شوية همشي عليه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا النص ده ينشف اروح عاملة النص الورا، وانا بلف
طبعا عشان المعجون بيبقى بارز تقيل، فبيعمل معجون بارز، شكل بارز يعني. هخلص واوريكم. خلصت النص بتاعي، اشيله. الشكل ده كده اسيبه ينشف، وبعدين طبعا بيتصنفر لما ينشف عشان يتنع، ولما ينشف اعمل النص الورم واخلص ونرجع مع بعض تاني. طبعا كل بين كل خطوة وخطوة بسيبه، بسيب الحاجة تنشف. كده نشف خلاص. نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. هبتدي في التلوين، هلون لون بني. وطبعا زي ما احنا متعودين ان على البارز بنضغط علشان ينزل جوه، بين الفجوات اللي موجودة. فندهن ونشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. كده يعني هلون كله طبعا، وهحاول ان انا ادهن من جوه كمان، بس بالدق بسفنجه علشان يمسك في البلاستيك اللي جوه، لكن الفرشه طبعا مش هتنفع. بالدق كده ممكن، بحيث ان جوه وبره يبقى شبه بعض. فانا كده خلص، وبعدين نشوف هنكمل ازاي. الفكرة بسيطة جدا، وطبعا البلاستيكات دي عند اللي بيستعمل الورنيش المائي كتير او بيجيب المقاسات الكبيرة هيبقى ممكن اوي يستفيد بيها باشكال مختلفة. انا شخصيا مستخدماها في ان انا حاطة فيها خامات عندي، بعض مثلا قواقع، حاطة واحد فيه قواقع بس من غير تزيين، فقلت طب ما انا ازينهم يبقى شكلهم حلو، وممكن استفيد بيهم كمان باسكت في اي اوضة، يبقى باسكت كده مش شرط ان انا احط فيه خامات، هيبقى برضو شكل حلو، ومن حاجة كانت اصلا بتترمي. فدي الميزة ان احنا نستفيد بكل حاجة موجودة عندنا في البيت بشكل جمالي. اخلص التلوين ونرجع مع بعض. نشف البني، نبتدي نزين بقى الباسكت. اول حاجة طبعا انا همشي عليه بالذهبي زي ما احنا متعودين، برضو الفرشة خفيفة، الذهبي خفيف، وامسحه او ادقه على الغطا واطير كده على العالي. لو حتت زادت عندي بالشكل ده ممكن امسح عليها بالبني تاني وبعدين ادهبها لو انا مش عايزاها تقيلة.
الفرشة وهي بتبقى فاضية بيكون الشغل بشكل أحلى. همشي على الشغل من فوق كمان على الورق من فوق. واشتغلت من جوه بني ودهبته. ومن بره بالشكل ده. هاجي بقى اعمل اخر خطوة. عندي الدانتيل ده بالذهبي. هلزقه على عليه من فوق بالشكل ده. وممكن امشي عليه خفيف بني علشان ما يبقاش الذهبي جامد قوي. او لو عجبني الذهبي جامد كده انا هسيب. البداية اهي. وممكن بعد كده بالغير. انا بعد ما اعمل همشي عليه بالغيرة علشان يمسك على كل الاتجاهات، يعني العرض كله، وكمان يحفظه لي من يبقى حماية ليه. كده خلاص. ده تقريبا هيكون الشكل النهائي اهو. هظبط فيه شوية واوريكو الشكل النهائي للباسكت. حلو قوي ان هو انا عملت باسكت من حاجة كانت هتترمي. اشطب فيه واشوف ممكن هعمل ايه تاني، وبعدين اوريكو الشكل النهائي ليه. ايه رأيكم كده؟ كده انا عملتها بولة للورد. في الاخر حطيت فيها زرعة طبيعي صناعي، وممكن قوي يتحط طبيعي، بس في حالة ان هو يتحط طبيعي نعمل نخرمها من تحت علشان يقع منها المية الزيادة للطمي. اتمنى يا رب فكرة النهاردة تعجبكم، وانتظروني فكرة جديدة وعمل اخر باذن الله. كده بني وذهبي بس اهو. يا رب تكون واضحة كده. وده ورد صناعي. يلا انتظروني في عمل جديد بإذن الله.